السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. طبعا قرارات مجلس الوزراء النهاردة ووزارة الأوقاف بناء عليه قررت عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى في وسط برضو إجراءات بتحددها وزارة الأوقاف ابتداء من 28 أغسطس الجمعة ما بعد القادمة، يعني إن مدة زمن الخطبة 10 دقائق وكل واحد يروح، وغلق المساجد بعد الصلاة مباشرة كل واحد يروح بالمصلى بتاعه وهكذا، يعني ممنوع زيارة الأضرحة والكلام ده كله. طبعا مجلس الوزراء النهاردة أعلن عن عودة الصلاة ولا يزال إغلاق برضو دور المناسبات، وفي نفس السياق تحليل لأي حد قادم إلى مصر، تحليل عمله تحليل بي سي آر داتا من 1 سبتمبر القادم. واتكلم إن وقت ما يبقى موجود أي عقار أو لقاح لفيروس كورونا مصر هتتيحه على الفور. ده الكلام اللي قاله أو ملخص قرارات مجلس الوزراء النهارده. يعني بالنسبه لعمليه الرباط الصليبي اجراها النهارده محمود متولي، وطبعا زي ما انتم عارفين الوقت او الزمن او المده الخاصه بعلاج الرباط الصليبي مده 9 شهور، يعني ربما تقل قليلا يعني، لكن بكل تاكيد ان شاء الله مش هتزيد يعني. بعد الكلام من ميدو بالامس عن تسريب تشكيل نادي الزمالك للكابتن خالد جلال، وكابتن خالد جلال رد النهارده على ميدو وميدو رجع رد عليه، احمد بلال لاعب النادي الاهلي بيرد على الاثنين بيقول لهم عيب انتوا ولاد النادي. احمد بلال يعني غلب بعض الناس اللي كنا بننتقدهم في نادي الزمالك بيتدخل فيما لا يعنيه علشان يبقى موجود على السوشيال ميديا، موجود ترند ولا حاجه، انا مش عارف احمد بلال بقى بالامانه يعني احنا مش ده سلوكنا ولا اسلوب لاعبتنا يا عم احمد يا بلال، يعني الاسلوب ده ينتهجه ناس تانية. المهم بخصوص يعني لاعبي النادي الاهلي عندهم اصرار كبير انهم يكسبوا المباراه القادمه مباراه القمه، يعني اللاعيبه اجتمعوا في منزل احد اللاعبين وتعهدوا على انهم يعني يقدموا كل ما لديهم ويسعدوا جماهير النادي الاهلي من خلال الفوز على المباراه. طبعا كباتن الفريق طبعا الشناوي وطبعا سعد سمير ليهم دور كبير مع كلام عن موقف جيد لعمرو السوليه بخصوص لم اللاعبين ولم شمل اللاعبين والتركيز والاصرار على المباراه. اللعيبة الكبار هي اللي بتظهر وقت المباريات المهمة يعني، ومن امتى هم يعني ظروف معينة خلت مباراة الزمالك مهمة، وما احنا كنا قبل كده لمدة 15 سنة او 20 سنة بنلعب مباراة الزمالك وحاطين في بطننا بطيخة صيف زي ما بيقولوا يعني، لكن في الاونة الاخيرة بقى المال اشتغل وكل حاجة بقى فيه أزمة ثقة. بالنسبة لمباراة النادي الأهلي والزمالك بكرة طبعا الخميس هيتم عمل مسحة طبية للفرقتين زي ما اعتدنا قبل المباريات ب 48 ساعة، الفرقتين بيعملوا مساحات كورونا، الأهلي والزمالك هيخضعوا بكرة صباحا لعمل مساحات كورونا. كلام كتير كان انتشر عن محمد شريف لاعب النادي الأهلي المعار إلى إنبي، والنهارده تحديدا خلال احد القنوات قناه اون تايم سبورت تقريبا كريم رمزي اعتقد هو مذيع كان اتكلم عن بيراميدز وحصل على توقيع اللاعب محمد شريف لاعب النادي الاهلي. محمد شريف حساب منسوب لمحمد شريف على تويتر نافى في كل ما جاء، قال محمد شريف في اعلامي طلع قال اني وقعت البيراميدز، احب اقول له معاك صوره من العقود تثبت بها كلامك ولا هو اي كلام بترموه لجذب انظار من يسمعون لكم؟ انا اهلاوي وان شاء الله لو النادي الاهلي طلبني ارجع بعد انتهاء عرضي لنادي انبي مش هفكر، لان ده النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا. محمد شريف بيرد على الاكاذيب اللي بيتم تداولها حاليا على السوشيال ميديا. النهارده كان مران النادي الاهلي كان في مران استشفائي لمجموعه اللاعبين اللي شاركوا في مباراه أسوان وخاضوا تدريبات كرة طايرة بالقدم،
واحمد الشيخ وجيرالدو كان فيه ادوا جلسه في الجيم، وجيرالدو خاض تدريبات وفقرات اخرى في الملعب للتعافي من الاصابه، مرام بدني تحت اشراف توماس بينك المخطط الاحمال. بالنسبه بقى لمشكله فرجاني ساسي، كان في كلام من حوالي شويه، يعني كل شويه كده كل اسبوع يطلعوا يقول لك فرجاني ساسي هيوقع ونادي الزمالك بيعرض التجديد على فرجاني ساسي، واني اقول انا ركب دقن واحلق دقني لو فرجاني ساسي وقع، وافضل اقول كده محدش بيصدق يعني، ويقول لك فرجاني ساسي وبيراميدز ومرتضى منصور يطلع يتكلم يقول لك بيراميدز كان عايزين فرجاني ساسي، قلت لهم كلوا فشار. طب ما حدش عارف مين اللي هياكل فشار، انت اللي هتاكل فشار ولا بيراميدز اللي هياكل فشار؟ ويا جماعه عنده ان الناس فلوسها، سددوا مستحقات اللعيبه وبعدين طلبوهم بالتجديد. ازاي واحد ما خدش مستحقات تقول له جدد هيرجع تاني يمشي في نفس الطريق اللي مشي فيه كله؟ طريق كله اشواك مليء بالاشواك. النهارده حصلت مشكله في نادي الزمالك اثناء التدريبات، غضب فرجاني ساسي، انفعل فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك، والسبب عدم حصوله على مستحقاته كامله. كان النهارده في مران لفريق نادي الزمالك، ومرتضى منصور مجلس اداره نادي الزمالك صرف جزء من مستحقات اللاعبين بعد المران اللي اقيم منذ قليل لمواجهه النادي الاهلي في بطوله الدوري. مصدر من داخل نادي الزمالك كشف ان فرجاني ساسي خرج غضبان بشده من المران بسبب قرار رئيس نادي الزمالك، وهو ماشي ضرب ادوات التدريب والكراسي بقدمه اعتراضا على عدم الحصول على كامل مستحقاته رغم حصوله على وعد بصرفها. واحد يجي يقول لك معانا فلوس نشتري رمضان، وواحد يجي يقول لك لو رئيس نادي الزمالك صحي الصبح وعايز رمضان صبحي كان هيجيب رمضان صبحي، واحد يقول لك احنا الحمد لله معانا فلوس، واحد يقول لك طب ما معكش فلوس راح تدفع تعرض 3600. يا اخي اختشوا اختشوا، ويقول لك انا طب فرجاني ساسي بالطريقه السوداء مش هيلعب. وانا قلت قبل كده فرجاني ساسي ده المرار الطافح في نادي الزمالك، هل هيدوق المرار الطافح لتاني مره؟ يا اخي بيقول لك المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، نادي مطلع عين اهل اللعيبه علشان ياخدوا فلوسهم، ويقول لك اصل مش عارف هنجدد له، هو قال لك مش عارف ايه. رئيس نادي الزمالك طبعا رفع قال في بعض الناس من مجلس الاداره كانوا بيقترحوا على مرتضى منصور انه يوقع غرامات وعقوبات على لاعبه نادي الزمالك بعد التعادل مع اف سي مصر، هيقضي حقوقهم كلها غرامات. يعني الراجل قال لك بعد المباراه اللي تعادلوا فيها الاخيره قال لك هنوقع عليهم غرامه 100,000 جنيه كل لاعب شارك امام المصري، اعتقد المصري ولا الاتحاد، المباراه اللي تعادلوا فيها مش متذكر، واحد اساسا ما بقاش يشغل دماغه بيهم يعني. المهم وقع غرامه وقال لك باستثناء فرجاني وبتاع، النهارده اف سي هتوقع غرامه اللعيبه هياخدوا حقوقهم غرامات، قال لك بس مرتضى منصور رفض. هو كان وافق قبل كده او هو كان نفذ قبل كده اي عقوبات او غرامات قبل كده؟ المهم ان فرجاني بخ بح منفعل متنرفز. نرفوز انت يا فرجاني، ما كنت هبأت على اي حتة، انت ايه اللي مقعدك معانا انت يا عم؟ تقرير او بعض التقارير السويسرية اتكلمت عن رينيه فايلر وامكانية رحيله عن النادي الاهلي في سبتمبر، وقال لك ان في اندية مهتمية بالتعاقد مع الراجل الطيب فايلر ومنها نادي بيراميدز. احنا زهقنا من قصة فايلر، فايلر سافر، فايلر رايح طبعا مش فايلر، المشكلة مش فايلر، مشكلة في الإعلام اللي عايز أي مشكلة يوقع فيها النادي الأهلي وخلاص، يعمل يخرج الناس عن تركيزها وخلاص. شوية فايلر عقده انتهى، شوية النادي الأهلي مش عارف يجدد عقده، شوية العقد بدون شرط جزائي، شوية فايلر سافر عشان يشاور مراته، شوية فايلر سافر ومش راجع، شوية فايلر هيدرب منتخب سويسرا، فايلر هيدرب جهاز الفرقة بتاع اللي كان بيدربها قبل كده ومجموعة من الأندية معارضة عليه والعين الإماراتي. فايلر احنا مش هنخلص من حكايات فايلر في الادغال دي بقى ولا ايه؟ استأنف الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي النهارده تدريبات زي ما قلت لحضراتكم على ملعب مختار التتش مساء اليوم، وخاض اللاعبون فقرات بدنيه وتأهيليه مع بدايه المران الجماعي تحت اشراف توماس بينكل مدرب الاحمال، وحرص بينكل على قياده اللاعبين لجانب من تدريبات الجري والتدريبات البدنيه بالكره مع بدايه فقرات المران. نادي الانتاج الحربي بيبعت خطاب غضبان من
الاتحاد المصري ولجنة الحكام بسبب تقنية الفار، وبيشتكي من مباراة المولين العرب ومباراة النادي الأهلي، وبيقول إن الحكام عن عمد تعمدت تعطيل الفار، وعن عمد لم تذهب إلى الفار، ومما أضاع على نادي الإنتاج الحربي نقاط المباراتين، وده شيء غير جيد، وبيطالبوا من اللجنة الخماسية التحقيق لهذا الأمر، ومن لجنة الحكام مراجعة المباراتان وإعطاء كل ذي حق حقه. إحنا وصلنا لكده رأي عادل إمام، هو أنا بقى بيتقال لي الكلام ده ولا إيه؟ النادي الأهلي إنتاج حربي، عيب عيب. شكرا على حسن متابعة حضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.